محمود يكون حد من الشهيدات اللي جاب حضرتك بتتقبض بعد 3 أو 4 شهور. حضرتك هتقول لي ليها مواعيد، ماليش دعوه بمواعيد ايه. حضرتك في فلوس في اكل شهيد، مبقاش انا قاعد 3 شهور بشحت ورسلت عشان اكل واكل عيالي والناس تدفع من الوزاره بتاعتي. والتالتة ان في فترات بتبقى طويلة ما بيقعدش فيها. زي ما بنقول في الاستاذ نوال I'm going to go to the hospital.